النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تم تخطيط الإصدار رقم 2025 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية، والتي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما، تبدأ في 17 من يوليو 2024 وتنتهي في 16 من أكتوبر 2024. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته ملياران ومائة وعشرة ملايين دينار بحريني. أقر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته يوم الثلاثاء الماضي برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إنشاء برنامج يرتبط بوزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، ويعنى بكفاءة وكفاية سلاسل الإمداد للمعادن الحالية والمستقبلية. هذا وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف أن البرنامج الوطني للمعادن سيكون أداة قوية وداعمة لتعزيز جودة وكفاية سلاسل الإمداد منها، وتطوير البنية التحتية للبلاد، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، منوها أنه سيلعب دورا فاعلا في دفع مسارات نمو القطاع واستغلال الثروات المعدنية التي تتمتع بها المملكة. وأشار إلى أن البرنامج سيعمل على توحيد الأدوار الرئيسية بين مختلف الجهات بشكل جوهري، كذلك بناء القدرات المحلية والإسهام في عمليات الاستكشاف وتوفير الإمدادات الصناعية وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى. والآن مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية. أظهر مسح رويترز تنكان الشهري أن المصنعين اليابانيين أصبحوا أكثر ثقة بشأن وضع الأعمال في شهر يوليو، في حين تراجعت الثقة في قطاع الخدمات، ما يعكس توقعات اقتصادية متباينة. هذا ويبحث المستثمرون عن أدلة على الموعد الذي قد يرفع فيه بنك اليابان أسعار الفائدة بعد قيامه بذلك في مارس للمرة الأولى منذ عام 2007، ثم اتخاذ قرار الشهر الماضي بتخفيض مشترياته من السندات.